احنا كان معانا التشكيل طبعا اخر مباراه للوداد، وانت قلت لي ان هو الراجل بيلعب في التشكيل شويه، يعني اخر مباراتين بالذات كان في اختلاف في التشكيل في بعض المراكز، لانه هو ظروفه، هو جاي طبعا على اخر 8 ماتشات ولسه ما لعبش ولا ماتش افريقي، فهو كان مركز في الدوري وعنده اصابات وراجع من كورونا، فظروفه مختلفه عن اللي كان قبله قبل الكورونا. كويس. قبل الكورونا الوداد حتى في الماتشات بطوله افريقيا يعني انا شفت ماتش النجم الساحلي كسبوه 2-0، وشفت ماتشات تانية مع سان داونز، وشفت بيلعبوا باتنين ارتكاز. كويس. بيلعبوا بابراهيم النقاش رقم 6 ده الكابتن، بس بقاله ماتشين او 3 ما بيلعبش، وجنبه يحيى جبران. كويس. وساعات بيلعب يحيى جبران اللي هو الاساسي الخمسه. كويس. وحمزه اسير، وبيلعب بتلاتة وواحد قدام. يعني هو بيلعب 4-2-3-1، ده اللي قبل مش هو قبل. مش, ما مش, قبل. مش 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 المدير الفني ده، مش جاموندي، جيراردو. كان بيلعب 4-2-3-1. كويس. كان التلاتة هما اسماعيل حداد ناحيه الجناح الشمال، بديع اوك ناحيه اليمين، وليد الكارتي تحت راس الحربه، وقدام يا ايمن الحسوني يا كاسادي كاسونجو الفرود. وبيلعب باتنين ارتكاز كانوا بيأمنوا الناحية الدفاعية شوية. لما جه جاموندي اللي هو الأرجنتيني ده ابتدى يلعب في الثلاث ماتشات الأخيرة بيحيى جبران بس، واتنين أساسا مركزهم اللي هو وسط المهاجم أو راس الحربة بيلعبهم شمال ويمين، اللي هم وليد الكارتي 18 اللي هو من اخطر ناس فيهم على فكره، يعني كويس. احنا قاعدين نتكلم على اسماعيل حداد وبديع اوك اللي هم الاجنحه، وليد الكارتي لعيب كويس جدا، صانع العاب، بيكمل كويس على الجون. كويس. بيلعبوا ناحيه اليمين. مظبوط. وبيلعب ايمن الحسوني ناحيه الشمال، هم الاثنين شمال ويمين يحيى جبران. الاثنين دولت مميزاتهم هجوميه اكتر، ويمكن هاني واسامه اتكلموا في الجزء ده، هم خطيرين جدا في التكمله كمان مع كاسادي كازونجو وبديع اوك واسماعيل حداد. ويحيى جبران ثابت في نص الملعب. يحيى جبران ثابت، بس المساحه كبيره جدا عليه. صح. يعني انا شفت الماتش الفتح الرباط الاخير اللي هو كسبوه 2-1. مظبوط. كان في مساحات كبيره جدا في نص الملعب. مساحات كبيره جدا جدا، ويمكن هنتكلم قبل الفاصل. دي ممكن النادي الاهلي يستغلها جدا بموضوع الاستحواذ، وعشان كده انا بفضل ان مجدي قفشه يلعب، لانه احسن واحد في فرقه النادي الاهلي بيعمل استحواذ في نص الملعب على الكوره، دي وجهه نظري الشخصيه. اذا لعب واحد، لكن انا اتصور ممكن جدا الراجل بكره يقلق ويلعب باتنين ارتكاز، خاصه ان عنده مشاكل في خط الدفاع. قلب الدفاع الاساسي عنده كان شيخ كوماره، بقاله 3-4 ماتشات ما بيلعبش، كان مصاب. ايوه. وكان ساعات محمد رحيم مش متأيد افريقيا، واشرف داري، واشرف داري برضه راجع من الاصابه، عنده كورونا. ابراهيم نجم الدين هيلعب بس مش اساسي، بيلعب ماتشات لكن مش اساسي. ورجع صلاح الدين السعيدي اللي هو اساسا وسط مدافع، ويمكن انا قلت لك انا يعني مباراتين لعبت ضد، مش انا يعني وانا ماسك مع مسابقه الريول، تعادلنا هنا 0-0 رغم ان احنا جبنا جون 100% لمؤمن زكريا ما اتحسبش، كنا المفروض نطلع كسبين 1-0 وكسبناهم هناك 1-0 بجون لرامي ربيعه ضربه ثابته. كان صلاح الدين السعيدي بيلعب في وسط الملعب الارتكاز هو ابراهيم النقاش. هو 1-0 ده كان دوري مجموعات مش كده؟ دوري مجموعات 2016. ده اخر مره كابتن، يعني ده اخر اول يعني اخر فوز للنادي الاهلي، كسبنا فيها الوداد بره. صح. صلاح الدين السعيدي هو رجعه من وسط الارتكاز ولعبه قلب دفاع، لان في عنده مشاكل في الحته دي. كمان زي ما انا سمعت انه صلاح السعيدي عنده كورونا، انت ان صلاح الدين السعيدي كمان عنده كورونا، هتبقى مشكله اكبر عليه في قلبي الدفاع. لا رب بقى كماره ممكن يحطه في الحته، الا بقى لو رجع بقى كماره غير جاهز، مش جاهز، رجع من الاصابه برضه. لا ما ده بقاله شهرين على فكره. شهرين ما نزلش ملعب. هل بقى هيعمل زي ما مستر موسيماني عمل مثلا في مباراه المقاولين، لاعب هاني ورا او لاعب حمدي فتحي في مباراه بيراميدز ورا، يلاعب يحيى جبران او حد من اللي هم بيلعبوا وسط مدافع يلعبه ورا، هتبقى عنده مشكله كمان. هو عنده مشكله في القلب ممكن النادي الاهلي يستغلها. لكن المشكله الكبيره اساسا بقى غير الخط الخلفي، هو بيلعب
عبد اللطيف طبعا احمد رضا تجناوتي من الحراس الكويسين جدا جدا ممتاز يعني في معظم الماتشات حارس كويس. عندهم عبد اللطيف نصير استعلق على لا 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 وجهه نظر عبد اللطيف نصير الباك اليمين ده من الخبرات اللي عنده يعني يمكن زي ما احنا عندنا وليد سليمان واحمد فتحي وهاني خمسة ستة لعبوا قدام الوداد ده عبد اللطيف نصير بقى له 7 8 سنين او 6 7 سنين بيلعب. بص يا كابتن اسامه بمناسبه كلامك بص هو داخل فيهم 28 جول كويس بص ال 25 هدف منين؟ من القلب من القلب فعلا زي ما انت بتقول حته القلب دي فيها خلل دفاعي جامد جدا بس هو عامه الاهداف تملي بتيجي من العمق من المنطقه دي يعني نسب الاهداف اللي بتيجي عامه احصائيات اكتر منطقه اللي هي حوالين الستة ياردة اللي هي من البنالتي للستة ياردة دي اكتر الاهداف بتيجي منها يعني التسديد من الخارج او حاجات دي بتيجي طبعا نسب لكن هي دي النسبه الكبيره اللي هي المساحه اللي بين البنالتي والستة ياردة يعني فعندهم مشكله في قلبي الدفاع. عندهم الباك اليمين عبد اللطيف نصير وتراك عنده خبره بيهاجم وتملي بيهاجم بس طبعا مع النادي الاهلي ممكن يبقى حريص شويه خاصه ان بديع اوك ما بيرجعش كتير ودي نقطه ممكن علي معلول يستغلها كويس قوي بس في المقابل هتبقى فيها خطوره لان اوك من اخطرهم في الكرات العرضيه وبيبقى معلق بيعلق في الناحيه اليمين فهتبقى حد لازم اذا كان ايمن اشرف او اي قلب دفاع هيلعب لازم يبقى قافل الحته دي كويس شويه لان هو بيعلق زي ما هتعمل او حد ممكن من نص الملعب يميل شويه ناحيه علي معلول لما يتقدم طبعا بالظبط فهو زي ما هي نقطه ضعف عندهم انه ما بيرجعش كتير بيقفل مع عبد اللطيف نصير هي نقطه قوه ان هو معلق بيلعبوا عليه في الحاجات المرتده وهو سريع ومهاري ايوه بديع اوك الباك الشمال يحيى عطا النقطه دي كمان يا كابتن اسامه هيبقى في دور كبير جدا لحسين الشحات واجايه في الناحيه الدفاعيه طبعا حسب بقى التشكيل طبعا الاثنين اللي هم الاجنحه دولت مهم جدا 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 ان يقفلوا مع الباكين لان هم عندهم خطوره في الجناحين قوي بالظبط الباك الشمال يحيى عطيه الله من اللعيبه المميزه عندهم هو اشول بيهاجم مزبوط. وبيلعب بيعمل جبهه بيعمل جبهه كويسه مع اسماعيل الحداد صح دفاعيا مش قوي قوي لكن عشان كده انا بقول لك ممكن جدا الراجل لان هم عندهم خلل شويه اسماعيل حداد بيرجع ولكن برضو مش بنسبه كبيره بس صح. اكتر من بديع اوك صح ولو لعب ايمن الحسوني ووليد الكارتي مع يحيى جبران بقوا من الخمسه عندهم مشاكل في وسط الملعب وفي مساعده الجناحين الباكين فدي نقطه ممكن النادي الاهلي يستغلها كويس سواء بالاستحواذ من الناس اللي في نص الملعب او اللعب في المناطق ديت على شحات على اجايه او على الاطراف اللي هتلعب او من العمق يعني فادي المشاكل اللي عندهم ودي تقريبا تشكيلتهم عشان كده انا متوقع يعني اخيرا لما بتكلم على ورقه الوداد ان ممكن يرجع الاثنين ارتكاز تاني ما كلمتناش على كاسينجو كاسادي كاسينجو طبعا لعيب منتخب الكونغو وهداف بيتحرك كتير بيتحرك كتير جدا جايب يعني. 7 اهداف في الدوري وجايب تقريبا زيهم او 5 في الثمانية في الدوري وخمسة في افريقيا مهاجم خطير سريع متحرك تملي عنده عارف انت بيعمل يعني حركة ودوشة كده في الخط في منطقة الجزاء هو الاساسي احيانا بيبقاش موجود بيلعب مجبي ده جاب جون في الماتش الاخير بتاع الفتح الرباطي واحيانا بيلعب ايمن الحسوني يعني ايمن الحسوني ساعات بيلعب كمان راس حربه في ماتشات لعبها كده كاسينجو جاب في افريقيا هدفين وثمانية باين في وثمانية في الدوري ساعات بيلعب ايمن الحسوني راس حربه لما كاسينجو ما بقاش موجود او مجبي ممكن جدا ساعات بيلعبوا في الجزئيه دي او كان المدرب اللي قبليه وجاريدو كان بيلعبه كده يعني في ماتش النجم الساحلي كان بيلعب بديع اوك وليد الكارتي واسماعيل حداد وكان بيلعب قدام ايمن الحسون لكن الاساسي هو كاسادي كاسونجو بس هو بيتحرك كتير قوي اكتر من المسجل على فكره هو بيعمل دربكه والناس اللي تحت بتستغل المواقف دي مظبوط بيكمل مظبوط هم بيعتمدوا على نقل الكوره بدايه النقل من الاثنين اللي ورا اللي هو صلاح الدين السعيد اللي غالبا مش هيلعب وكان محمد رحيم او شيك كوماره مع يحيى جبران وبعدين بيعملوا كرات عكسيه لبديع اوك
او اسماعيل الحداد لانهم صراع مظبوط وبيكملوا كويس كمان على الجول. فده تقريبا الشكل الوداد. طبعا عندهم برضو لعيب كويس قوي بينزل اللي هو زهير المترجي. ده بيلعب ناحيه الشمال. ساعات بيلعبوا ناحيه الشمال قدام يحيى الله ويلعب اسماعيل الحداد لجوه في القلب شويه. زهير المترجي جايب لهم جون الماتش اللي فات بتاع الفتح الرباطي. ولاعيب مميز وتملي بيبقى موجود بديل يعني غالبا هتلاقيه موجود يعني ممكن يبدا كمان يعني فحمزه اسير بيلعب احيانا وسط مدافع عشان كده بقولك ممكن يلعب باتنين ارتكاز عشان يحل شويه مشكله وسط الملعب لانه عارف النادي الاهلي بيعمل استحواذ كويس في نص الملعب. ايوه كابتن عادل عندك كلام كتير جدا على النادي الوداد. خلاص خلص. لا 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 عندك اكتر. لا ده بص طارق واسامه وهاني كلنا لا يشوف انا هاخدك لحته بعيده علشان خلاص يعني الكلام ما يبقاش معاد. يعني انقذ جمندي اولا مدرب من المدربين اللي بقاله 8 مباريات مع الفرقه فبدا يحط لمسته. يعني كان جريدو الاول دلوقتي هو بدا يحط لمسته. ايه هي لمسته؟ لمسته الناحيه الدفاعيه اللي كان بيفشل فيها جريدو كتير. ولكن خليني اكلمك على طريقه لعبه بالنسبه انت مش عارف هيلعب هل هيلعب 4-2-3-1 ولا هيلعب 4-1-4-1 ولا هيلعب 4-3-3. هي المشاكل اللي جات له بالسعيدي ممكن يقلب كمان ويعمل حاجه غريبه ايه وافتكر ممكن يفكر فيها يلعب بثلاثه يلعب بثلاثه فلان يلعب بثلاثه على ارضه طبعا وهي ثلاثه دي اصلا مش دفاعيه دي هجوميه اكتر يعني 3-5-2 دي اقل اللي هي الثلاثة الفلات دي أقل دفاعا من 4-4 دي أقوى دفاعا لأن 4 بيبقى الاثنين اللي على الطرف بيبقى اثنين ليبرو جداد بس هو يعني. برضو خلي بالك هيبقى قلقان من النادي الأهلي. لا أنا بتكلم إن المشكلة إنه جات له الموضوع السعيدي جاله متأخر دلوقتي لكن أنت بتتكلم على كامارو. الشيخ كامارو كان هو اللي بيلعب فهو كان بيعتمد عليه هو نجم الدين بس خلينا أخدك لحتة تانية بقى للناحية اليمين اللي هو أقوى مكان للنادي الاهلي الناحيه اليسار اللي هي الناحيه الشمال. كل اي فرقه في الدنيا بتعمل حساب لعلي معلول قوي واللي قدام علي معلول ايهما من اللعيبه جيلاردو ممكن يلعب اجاييه ممكن كهربا كان ممكن يلعب في لعيبه كتير لعبت قصاده لكن اهم ما في الموضوع مين؟ اللي هو اللاعب اللي بيجي من تحت اللي هو علي معلول. اللي هو علي معلول اللي دايما بيعمل مفتاح لعبه في افريقيا للنادي الاهلي. صح. فهيحصل ايه؟ هيحصل كالاتي. نصير عبد اللطيف نصير ده من اللعيبه اللي بيهاجم كويس ولكن مع فترات مع بديع اوك تمام فترات مش على طول يعني ما بيطلعش على طول. انا بقول لك المباراه دي مش هيطلعه خالص هيقف ليه؟ يقابل علي معلول. علي معلول ومين اللي هياخد؟ مش بديع اوك اللي هياخد وراه هياخد واحد من الاثنين وليد الكارتي ممكن ياخد دياجونال وياخد من ورا وبديع اوك ينزل ووليد الكارتي هو اللي بيخش بيطلع طرف. دي فكره علشان يوقف علي معلول. دي واحد. الفكره الثانيه اللي انا افتكر ان ممكن المدرب يعملها يرجع ابراهيم النقاش تاني ويلعب بخليل جبران. ليه؟ عشان يلعب باثنين ديفندرات. الكابتن اسامه قال كده وبزيد حاجه يا كابتن اسامه لما يلعب بخليل جبران ويلعب معاه ابراهيم النقاش. ابراهيم النقاش عنده خبره اي نعم ما لعبش بقاله فتره لكن هو محتاج دي ليه؟ علشان هو ويمكن انا سمعتكم بتتكلموا على انه هل هيقابل الاهلي ضغط ولا لا؟ بصوا في حاجه مهمه في المباراتين يعني لما نيجي نتكلم على مباراه ذهاب لازم تحط معاه الاياب كمان لان طبعا. اي مدرب بيعمل استراتيجية مباراتين وليس مباراة واحدة. أنا بعتبرهم شوط أول وشوط تاني. ليه؟ أنا ممكن أهاجم قوي أتلط جون ولا اتنين ما أعملش السيناريو التاني اللي هنا. لكن هو هي استراتيجية. أنت رايح تعمل إيه كأهلي؟ هو رايح يقابلك إزاي؟ هو بيفكر في مباراة العودة وأنت بتفكر في مباراة الذهاب اللي أنت رايحها. فالنادي الأهلي أول حاجة هيفكر فيها قدام الطريقة اللعب اللي أنا شايف الوداد فيها. فرقة الوداد عندها مشكلة في الناحية الدفاعية لكن عندها ميزة قوية لازم نخلي بالنا وأتمنى إن موسيماني يكون واخد باله منها اللي هي الكوار الثابتة طبعا. ليه يا كابتن؟
الكور الثابته بيعملوا ايه هم فيها؟ اولا بيعملوا الكورنر بالذات بيعملوه الطريقه اللي ما تخليش اي سيستم بيتدرب فيه. بمعنى في الناحيه الدفاعيه انا كاهلي الناحيه الدفاعيه هعمل ايه؟ هل هعمل منطقه ومان تو مان ولا هل هعمل مان تو مان ومنطقه مع بعض؟ الطريقه الجري بتاعتهم بتاعه الاهداف بتاعتهم يا كابتن. بص يا كابتن عادل دي الخريطه الهجوميه اللي بتاعتهم وطريقه تسجيل الاهداف كلها بتبقى من الحته الاماميه اللي هي زي كعاده النادي الاهلي او عاده اي فرقه، ولكن ما عندهمش تسديد كتير من ورا. بص سته تقريبا بره ال 18 والباقي كله جوه ال 18 سواء كرات عرضيه او كور ثابته. يعني لا ما هي الكرات العرضيه كابتن عادل سبعة اسماعيل حداد وخاصة بيدخل مهاجم تاني بيجيد على طول ضربات الرأس مظبوط بس هو المهم يا كابتن في الكور الثابتة اللي علينا لأن هم بيراهنوا على دي. نادي الأهلي عنده يعني هم بيراهنوا على في دفوات شوية جه فيك جوان من كور ثابتة فأنت حتة العرضة القريبة بيعملها لا البعيدة لا تترد مرتين وبتتلعب بينجحوا بيجيبوا جوان بيها كتير صح. عندهم ميزه تانية كمان يعني وميزه كويسه لكن انت لو استغلتها هتعملها هتقلبها ميزه اللي هي ايه بقى اللي هو بيحب يطلع الكره سليمه يعني بيلعب من تحت مزبوط. وبيطلع سليم من تحت مره واحده بتلاقيه بيلعب الطويل انت فاهمني يا كابتن لما يجي يلعب الطويل في الوقت ده ايه اللي هيحصل انت ما بتلعبش ضاغط صح فانت تقدر تلم وتلعب طيب لو لعب منظم انت تقدر تلعب عليه ضاغط وبالذات هناك لانهم لا يجيدوا التحرك في وسط الملعب هم حته نص الملعب عامل مساعد هجومي ودفاعي بالنسبه الوداد حته الدفاعيه بتاعتهم بيحضروا كويس والتحضير هيبوظ عندهم علشان انت قلت كمان ان السعيد ممكن ما يكونش موجود عنده كورونا نجم الدين مش من اللعيبه اللي بيعرفوا يحضروا قوي وبطيء جدا وده يمكن انا اتكلمت اكتر من مره ان فرصتنا الكبيره في قلب الدفاع بتوع الوداد لو احنا استغلينا الحاجات الجري الطولي وانا اتمنى يعني يمكن انا حته تشكيل النادي الاهلي انا مش عايز اتكلم فيها خالص ويمكن ما بحبش اتكلم فيها قبل المباريات لاني ممكن توارد الافكار ما بين اي حد تيجي انا يعني رغم ان الكره مفتوحه العالم كله بقى مفتوح مزبوط. دلوقتي انك تقول تشكيلك مزبوط. وفي المؤتمر الصحفي انا ممكن اقول تشكيلي بالليل والعب بيه ثاني يوم لكن اللي انا عايز اقوله انه الوداد الناحيه اليمين بتاعتهم قويه جدا الناحيه الشمال رغم ان فيها اسماعيل حدادي ناحيه مثل لصنع اللعب الناحيه لتسجيل الاهداف يعني ملعب الوداد عباره عن حته بتلعب اللي هو الطرف اليمين اللي هو الشغل اليمين اللي هو جاي لمصلحتهم عشان علي معلول لانه عاملين حساب علي معلول فيه ده اللي بيصنع الاهداف اما اسماعيل حددت اليوم الحته الثانيه بتاعت كاسونجو كابتن يمكن سالت انت كابتن ايمن كابتن اسامه عليها كاسونجو عنده يعني ميزه وعيب برضه هو هداف في الدوري قلنا جايب جونين في افريقيا لانه اصله لسه جايبينه ليه؟ هم جابوه علشان مين؟ علشان الكعبي لما سافر الكعبي اشتروه علشان يجيبوه هو بيتحرك كويس لكن اللامركزيه عندهم في اسماعيل الحداد وبديع وبديع هي دي اللي بتديهم الفرصه كويس وايه كمان؟ والكارتي بيجي من تحت بيكمل بيجي من تحت فافتكر انه الحسون ممكن لو لعب النقاش مش هيبقى موجود ولكن الحته اللي ورا ممكن يغير فيها علشان حته الكورونا بتاعت السعاده الجديده. ماشي كابتن عادل قبل ما نروح لكابتن اسامه عندنا برضو هنروح مره تانية لزميلنا كريم احمد ويبدو ان عنده الجديد. خبر حلو ولا ايه؟ برحب بيك اكيد من البدايه كابتن ايمن وبرحب طبعا بكل نجوم الاستوديو التحليلي وبضم صوتي اكيد لصوت كابتن عادل انا عايز اطمنه طبعا واطمن كل جمهور النادي الاهلي بيتسو موسيماني شغال على الامر ده جدا الكرات الثابته والتمركزات لخط الدار بالتحديد تابعناه في التدريبين اللي كان على ملعب كهرماء كاليفورنيا وتدريب النهارده كمان واضح جدا تعليماته ان لابد يكون متمركزين بشكل جيد جدا في الكرات الثابته طلوعنا يبقى واحد في الهجمات طبعا الخاصه بينا اكد بشكل كبير جدا على كل المدافعين في هذا الامر امر مهم جدا اكيد طبعا هو يمكن عنده قراءه فنيه ولما كان متواجد مع فريق سان داونز يمكن
لعب الوداد اكتر من مره وعارف نقاط القوه والضعف، لكن اكد بشكل كبير جدا وكان ليه تحذيرات مستمره النهارده، اوقف المران اكتر من مره على هذا الامر. الكرات الثابته، الكورنرات، الكرات اللي خارج القوس لابد يكون ماسكين اللي مساك ماسك الفيرود بشكل جيد جدا، لابد يكون في تركيز كبير ان شاء الله باذن الله. يعني الامور دي ما تغفلش على لعيبه النادي الاهلي، وكمان التشكيل ان شاء الله باذن الله يكون الامثل في مباراه الغد. يمكن عايز اكد لك اقول لك كابتن ايمن، خلاص نقدر نقول بقى خلاص لعيبه النادي الاهلي مباشره توجهت على وجبه العشاء والى الغرف مباشره، خلاص انتهت الاستعدادات الفنيه. يتبقى بقى ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى غدا مع فريق النادي الاهلي، ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان باذن الله ان شاء الله لاعبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده. شخصيه البطل بنتكلم عليها كل مره، روح الفانيله الحمراء، الروح دي باذن الله ان شاء الله تصل لكل لعيبه النادي الاهلي. عايز اكلمك كمان يا كابتن ايمن على البرنامج غدا ان شاء الله، بدايه صباحا افطار صباحا 10 2 ظهرا هيكون وجبه غداء. المحاضره الفنيه هتكون 4:30، متعودين ان كل المحاضرات الفنيه بتكون قبل التحرك، لكن المحاضرة الفنية هتكون 4:30 غدا بتوقيت المغرب، والتحرك هيكون 6:10 مساء على ان تتوجه بقى حافلة النادي الاهلي الى ملعب بركة محمد الخامس اللي هيستقبل هذه المباراة. يا رب ان شاء الله يا رب كل الامور تكون في مصلحة النادي الاهلي، ونبدا ونقدر ان احنا الشوط الاول نحسمه هنا في المغرب، الشوط الثاني بقى يبقى ليه حساباته الفنية ان شاء الله باذن الله. مجهود كبير بيبذل هنا في المغرب يكلل بالنجاح ان شاء الله يا كابتن ايمن. يا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وشكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد. كابتن اسامة، انت قلت ان هم احتمال كبير نادي الوداد ما يلعبش ضاغط من قدام، ولكن انت كان عندك تعليق على طريقه اللعب والتشكيل. يعني خلينا نقول ان حته ما يلعبش ضاغط بالنسبه للوداد ما يلعبش ضاغط، لا اكيد في وقت من الاوقات بيلعب ضاغط كويس، بس انت كمدرب لما بتحط سيناريو بيبقى السيناريو الاكثر في المباراه انك انت بتحاول تامن وتلعب في منطقه الضغط في نص الملعب، انما البدايه ممكن منهم تكون ضغط من قدام. ممكن اول 10 دقائق المدرب بيقول عايز اضغط ضغط عالي، بعد 10 دقائق برجع وبلعب في نص ملعبي واشتغل في الضغط اللي في نص الملعب، وبعد كده بعتمد على الانطلاقات السريعه بتاعت الحداد وبتاعت اوكو بتاعت كاسيم. ده السيناريو الاقرب كويس، خاصه ان مباراه النصف النهائي مش مباراه واحده، ايوه ماتشين. فالنهارده انت كمدرب لازم تكون عامل حسابك الشوط الاول هيخرج ازاي معاك اللي في المغرب، وبعد كده الشوط الثاني ان شاء الله اللي في القاهره. وعايز اكد على النقطه دي، عايز استرجع كده مباراه لاسارت اللي احنا خسرنا فيها هناك 5 في سان داونز. اللعيبه ما كانتش في حالها، في حالتها، وهو هناك تتلقى اول هدف المدرب بيعاند صح فاتح المباراه وعايز يعوض صح، فبتتلقى الهدف الثاني فالمدرب عايز يعوض علشان انك انت تقول مثلا 2-1 او 1-1 تبقى ليك الافضليه، وانت شايف اللعيبه مش في حالتها صح والجو. فالنهارده لا، في وقت من الاوقات لا قدر الله انت بتحط كل السيناريوهات قدامك لمباراه بكره صح. وارد في كره القدم ان النادي الاهلي يتلقى هدف. النهارده الموسيماني يتعامل ازاي؟ برضو التوازن الموجود عندك، عمليه تقارب الخطوط، عمليه الانطلاقات تيجي من تحت، ان ممكن يبقى ليك فرصه ان شاء الله كبيره في ملعبك تقدر تعوض الهدف. فدي كل الاحتمالات الموجوده لازم موسيماني يكون محضر نفسه ليها. النادي الاهلي زي ما بنقول فرقه الوداد عنده خط ضعف في منطقه وسط الدفاع، في الاثنين المساكين قلب الدفاع، خاصه ان الاثنين ما بيلعبوش في اماكنهم. فالنهارده انت بتجيب واحد في وسط الملعب مدافع بتحطه مساك، او واحد بعيد زي كمارة ممكن تستعين بيه كويس. عمليه اجايه النهارده الاثنين اللي بيلعب بقى على الاطراف اجايه وحسين الشحات النهارده عشان يدي افضليه للنادي الاهلي ممكن اشتغل شويه في حته العمق بتاعت الملعب. كويس، حلو قوي. انت بتتكلم على الخلل الدفاعي اللي موجود في القلب، نستغله ازاي؟ كويس قوي. انا لو انا كمستر موسيماني ابتدي الافضل بمروان محسن ولا ببادجي؟ النهارده عندك احتمالات كتير، ممكن تبتدي بادجي، ممكن تبتدي بمروان محسن، ممكن تبتدي باجاييه يبقى هو المهاجم وتلعب بالشكل ده. يعني احنا شفنا الاشكال دي كلها مع انا مش عايز اتكلم كتير عن فريق النادي الاهلي ممكن لكن انت عندك يعني كذا حل ممكن تلعب بيه. الحمد لله اللعيبه متاحه، بنشوف احمد فتحي باك ليفت، ممكن احمد فتحي يلعب باك رايت، ممكن احمد فتحي يلعب مساك. عندك الحمد لله جاهزيه الثلاثه في وسط الملعب السوليه مع ديانج مع حمدي فتحي، فمش عايزين ندوس اكتر في النادي الاهلي. لكن انا بتكلم عن مراكز
موجوده، ممكن يبقى موجود مثلا حسين الشحات او موجود اجاي النهارده عشان ادي الافضليه للنادي الاهلي. دور اللي انا هشتغل بيه ازاي في الدفاع وفي الهجوم. في الدفاع لازم يبقى ليا دور دفاعي مع الناس الباك ليفت والباك رايت، مع علي معلول او احمد فتحي، لازم اجاي وحسين الشحات لو هيبداوا، او جيرالدو اللي ممكن يبقى ليه دور بكره برضو مهم، خاصه ان هو بيشتغل صح على النواحي الدفاعيه بشكل كبير، وعنده عمليه السرعات بقى، الانطلاق بتاعت السرعات، وشفناها كمان في مباراه امام المقاولين العرب على ما اتذكر، نزل عمل نص ساعه كويسه قوي، نزل اشتغل بشكل مختلف عن جيراردو اللي احنا عارفينه قبل كده. مزبوط. يعني لعب وقت واجاد فيه بشكل كبير. صحيح. فالنهارده عمليه الشغل من العمق، ما يبقاش الشغل كله على الاطراف. صح. لا النهارده ان انا اجبر الباك رايت بتاع الوداد عبد اللطيف نصير اللي هو اقرب ان هو دايما هيكون واقف. عبد اللطيف نصير مش هيزيد كتير بكره في مباراه الاهلي، عشان بيدي الحريه لا بيدي الحريه اكتر لوك ان هو يزيد، بدي اوك ان هو يزيد، واسماعيل حداد ما بيرجعوش بشبه يعني خالص. أي. في وسط ملعبهم دايما بيلعبوا على الباكين. فالنهارده اللي هيلعبوا بره اجاييه او حسين الشحات ليهم دور جوه مهم، انه يشتغل في قلب الملعب شويه، في ظهر الراس حربه لا يكون موجود بقى باجي او مروان محسن، الحته دي حته مهمه جدا. الاستحواذ لا غنى عنه بكره، عمليه الاستحواذ دي اللي هتدي افضليه للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه الكرات الثابته، الكرات الثابته زي ما احنا بنقول انها مهمه على النادي الاهلي في التمركز الدفاعي، ان انا اقف صح وامسك صح، محمد الشناوي يبقى ليه دور مهم فيها بكره، ان هما بيمتازوا بالكرات الثابته. برضو الكرات الهجوميه بتاعتنا مهمه جدا، الكرات الثابته عندنا علي معلول، عندنا محمد مجدي قفشه بيشتغل فيها بشكل كويس، عندنا اطوال بيقدروا يشتغلوا فيها سواء حمدي فتحي بقى، سواء ايمن اشرف، سواء محمد هاني، في النواحي الهجوميه بنقدر نشتغل. واحنا ارقامنا الحمد لله السنه دي في الدوري يعني اشتغلنا في الكرات الثابته بشكل كبير. حته الوداد بكره ممكن يلعب باثنين ارتكاز ولا لا، الاقرب زي ما كابتن قادر وكابتن عادل وكابتن اسامه، ان ممكن ابراهيم النقاش يلعب جنب يحيى جبران ويلعب بواحد قدامه ايمن الحسوني، او يقلبها بواحد ارتكاز واثنين قدامه وليد الكارتي او ايمن الحسوني. دي ورده ودي ورده، لكن انت كلاعيبه النادي الاهلي حته وسط الملعب مهمه بكره يا كابتن عادل، سواء بيلعب باجي وعمرو السوليه، ما ينفعش الاثنين النهارده هما بيتحركوا ان انا بطلع لقدام اسيب المساحات اللي في ظهري. دي بتحصل ساعات في النادي الاهلي كده، بقول لك حمدي فتحي ممكن، ما لازم يبقى عندي واحد النهارده المثلث اللي موجود ده ثالثهم قفشه، لازم يبقى عندي دايما واحد ارتكاز سواء المثلث مقلوب او المثلث القاعده بتاعته اثنين، لازم الحته دي النهارده لو هيلعب ديانج او هيلعب حمدي فتحي وانا بزيد، ما ينفعش ان انا دايما ممكن ايمن حسوني بياخد في ظهري يبدا يقابل الاثنين المساكين ايمن اشرف وياسر ابراهيم، دي الخطوره اللي موجوده على النادي الاهلي سرعتهم. ما هي دي الحته الموجوده لازم بكره موسيماني يعمل حسابه فيها، هي حته قلب الملعب بالنسبه للنادي الاهلي. يبقى مش ممكن يلعب بثالث واحد زياده؟ احنا شفنا مباراه الاهلي وبيراميدز، حسينا في اي وقت من الوقت الاهلي بيلعب ناقص؟ لا. لا انت النهارده ما ناقص منك لاعب بتلعب 10 قدام فريق بيعرف عنده حلول هجوميه، لكن التمركز بتاع اللعيبه دايما تمركز صح، دايما زياده عندك في كل الاماكن اللي فيها الكوره، لما الكوره بتروح ناحيه اليمين كنت بتلاقي احمد فتحي، بتلاقي اجاييه، بتلاقي مجدي قفشه، بتلاقي مساك، فانت قافل باربعه في الحته دي. دخلت في نص الملعب كنت بتلاقي ديانج، بتلاقي قفشه بيحول نفسه بسرعه، بتلاقي عندك الاثنين مساكين، الناحيه الثانيه نفس الكلام. فالنهارده ترحيل اللعيبه والزياده العدديه تحت الكوره ده مهم جدا. غير ده كله بقى في المباريات زي دي اكيد بيجي للنادي الاهلي فرص. طبعا. الفرصه اللي بتيجي النهارده دي تمنها من ذهب. طبعا. ما ينفعش النهارده تيجي فرصه طبعا. وانا كلاعب بقى مش محضر نفسي ذهنيا ونفسيا وفنيا ان انا النهارده ممكن اقتل المباراه كلها بهدف طبعا. في اول دقيقه مثلا فرصه جت لاي لعيب النهارده التركيز بقى. النهارده لازم اكون مركز في استلامي للكوره، في الكوره جالب العرض، فنش على الجول، الفنش بتاعي، لازم اكون مستعد ومهيئ نفسي باذن الله رب العالمين.